تشبه الرجال بالنساء. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. لقد أصبحت ظاهرة تشبه الرجال بالنساء والعكس متفشية في العالم اليوم، حتى إننا نجد كثيرا من الدول تبيح زواج الرجال بالرجال وزواج النساء بالنساء، نسأل الله العافية. هذا الأمر لم يكن معلوما أو حتى متوقعا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الحديث يشهد على صدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.